لسنه 2025 مشروع قانون الماليه واللي عرف اليوم المصادقه على مقترح الفصل اللي يمكن الدوله من اللجوء الى الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي هذا موضوع الانترفيو الانترفيو اهلا وسهلا بك زياد مرحبا اهلا وليد شكرا ماشي. على قبول الدعوه مره ماشي. اخرى شكرا لك على الحضور كذلك وعلى الاضافه اللي تقدمها سفيان بن حميده نجد التحيه الناس اللي تسمعوا فينا اليوم اعلنت ايه. وزاره الماليه وزيره الماليه السيده سيهام بوغديري اليوم في صبيحه الاثنين اضافه فصل لمشروع قانون الماليه لسنه 2025 يتضمن الترخيص للبنك المركزي التونسي بمس بمنح تسهيلات لفائده الخزينه العامه للبلاد التونسيه حاجه شفناها في سنه 2023 ايه. ايه. لكن ما كانتش في قانون المالي كانت وقتها إيه. في قانون منفصل تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب. تقريبا بنفس الظروف ونفس التسهيلات مبلغ أقصى 7 مليار دينار 7000 مليون دينار دون فائدة موظفة يسدد على 15 سنة منها ثلاثة سنوات أمهال. سؤال بسيط علاش تم إضافته الآن هذا الفصل؟ والله يعني انا بدي مع حسب تقديرك بتبيع بما انك انت ما عندكش موقف آه ما نعرفش هو, هو هو اذا كان اذا كان آه الهدف معناتها انه باش نعوضوا هذايا باش يعوض قانون البنك المركزي اللي هو مبرمج هذايا باش يكون سلبي برشا لانه يعني هذا لن يعوض لن لن يكون له نفس المفعول وخطر علشان علاش نسيبوا حل مدروس ونمشيو الحل معناتها ترقيعي ما تحل ذكروا لي قانون آه. تغيير تنقيح القانون الاساسي للبنك المركزي من آه. المبرمج كونه يتناقش بعد, بعد المصادقه على القانون المالي اي آه. بالضبط ويقضي بامكانيه آه. آه. تمويل مباشر تمويل مباشر من البنك المركزي آه. لكن آه. بصفه مدروسه حسب ما قلت بالطبيعه بصفه مدروسه لانه معناتها آه نجم كان عندنا الوقت نتعمقوا شويه في في اي اي فيه احنا خاطر توا كي نعملوا تمويل مباشر ب 7000 مليون دينار ممكن نجم نكملوا العام الجاي لكن اي ثمن لانه التمويل المباشر في حد ذاته مش مشكله في المطلق لكن احنا عندنا بزوان فيونسمون تاع 28 مليار دينار مع 28 الف مليون دينار باش ناخذوا منهم سبعه من البنك المركزي وال21 الف باش نجيبوهم باش نجيبوهم التمويل الداخلي يا هل ترى السوق توا المارشي فينونسي السوق الماليه قادره باش توفر المبلغ هذايا صعيب او الحاجه صعيب ويلزم نسبة الفايدة المديرية تقعد عالية باش الناس تعمل اكتتاب باش نجموا نلمدوا هذا إذا كان نجمنا خاطر كان باش نخفضوا في نسبة الفايدة المديرية باش تولي نسبة الفايدة نتاع لي بون دو تريزور اللي باش تعملهم الدولة نتاع السندات الحكومية باش تكون غير متناسبة مع نسبة الفايدة المديرية ما نجموش مثلا تمشي البنك تعطيك 5% ولا 4% وتمشي أنت للدولة تعطيك 10% ولا 9% ولهذا بصفة غير مباشرة باش نتلزو أن نخليه في نسبة الفايدة المديرية عالية باش تكون متناسبة هذه حاجة الأولى ثاني حاجة باش نجفو السيولة اللي موجودة في السوق الكل من من القطاع البنكي آه ومن غير ما نكونوا حين المشكلة م. ثالث حاجة باش نقعدوا ندفعوا في نسبة فايدة مشطة احنا ممكن سنة نتصور تقريب بين ستة و آلاف مليون دينار اللي هي 4% نقاط بوان أه دو دو في البي بي سي ليكيفالون تاع نحكي على الاقتراض الداخلي هذا آه لا نحكي معناتها مش على الاقتراض الداخلي خاصة. لا نحكي على نسبة الفايدة اللي باش نخلصوها على القروضات اللي عندنا احنا دل الداخلية دل 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 والخارجية في 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 سنة 2025 تكون تقريبا لا مش خدمة الدين خدمة الدين هي الأصل والفائدة نحكي على الفايدة برك خدمة الدين 25 ألف مليون دينار الفائدة 7000 مليون دينار وحدها تقريبا حسب التقريب ما عنديش الأرقام الصحيحة بما أنه العملية تكررت هذه ثاني مرة باش تصير آه شنو شنو حكمك على العمليه اللي صارت في 2023 نعرفوا مثلا في شنو تصرفوا الفلوس هذو 7000 مليار تاع 2023 أي. أي. في شنو تصرفوا هو, هو انا عبد كنت اقترحت معناتها انه معناتها نمولوا أن الخزينه العامه في وقت نجيبش نرجعوا القروضات اللي هما القروضات الخارجيه باش نرجعوهم مقابل تمويل داخلي بينات البنك المركزي والخزينة العامة بسندات معتها ال ال الخزينة العامة تعطي سندات للبنك المركزي طويلة الأمد في مقابل أن البنك المركزي يستعمل مخزون العملة الصعبة ويخلص به الدين هذاك هذا اللي صار في فيفري 2024 مه. ودفعنا على الفكرة هذه وهي موجودة هذه موجودة في جزء من القانون اللي اقترحناه جزء من القانون هذا هذاك وقت خلصنا الاوروبوند فوالا الاوروبوند الاوروبوند بتاع 2018 في بالي هذاك بالضبط دونك في فيفري كانت في يظهر لي 7 فيفري كان ذكرت اي فوالا هكاك بالضبط دونك آه برشا عباد قالوا راهو هذايا باش يطيح الدينار باش يعمل يعلي في نسبه التضخم باش ينقص لنا في الترقيم السيادي قلنا عكس ذلك وطلع معناتها كلامنا صحيح اللي هو آه نسبه التضخم هبطت من 10% ل 6.7% آه سعر الصرف الدينار قعد مستقر والترقيم السيادي تحسن من سي 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 لسي سي سي نوتر مش سي سي نوتر سي سي بعدا بدرجتين تحسن وهذا علاش؟ لانه هو شنو هو وكالات الترقيم السيادي وقتش طيحلك لك النوتاسيون تاعك وقت اللي تشوفك اللي انت ما لقيتش حل وعندك خطر خطر عدم القدره في تمويل خدمه الدين تاع العوام الجايه ما ترجع ديونك عام الجاي ومن بعد عام الجاي اتسيتيرا دونك احنا كنا شنو كنا في في نظام انه ماشيين في ال... في الاقتراض، ماشيين في سياسة صندوق النقد الدولي. وسند... وسياسة صندوق النقد الدولي، احنا بدينا نتبعوا فيها من 2012 تقريبا، 2013 دخلنا فيها السياسة هذه وهي سبب المشاكل الكل متاعنا توا في تونس، معناتها 70% 80% مشاكلنا جايين من السياسة هذي، كيفاش؟ أول حاجة هما فرضوا علينا سياسة الاقتراض الم... المشط. وفرضوا علينا زاد نوعا ما بصفه مباشره وغير مباشره ان نبدلوا نظام الصرف نتاعنا كان فليكسيبل ديريجي ولا فليكسيبل 100% وفرضوا علينا زاد قانون البنك المركزي نتاع 2016 هذاك دونك بسبب هذا عندنا تراكم تراكم ديون معناتها الديون معناتها الديون نسبه الديون كي نقسموها على الناتج القومي الخام تطورت من 40% الى 80% تضاعفت معناتها نسق نسق معناتها تطور الديون قاعد يفوق برشا نسق النمو يفوق برشا معناتها فما حتى علاقه و... واحنا عملنا تمويل مباشر هذا في 2020 ما كنا باش نكملوا العام ناول كيف كيف عم باش السنة معناتها في 2024 ما كنا باش نكملوا العام عاوننا معناتها كيما نقولوا لكن هل هو منع تضخم الدين معناتها تفاقم الدين المديونيه ما منعش معناتها قاعدين ناجلوا في مشكله عندنا مشكله عندنا جرحة كبيره ما حناش نحطوا عليها فاصمه من غير ما نداويها علاش نرفضوا باش نداويها واحنا عندنا الحل موجود بيه. وفسرناه وخذوا في الحل هات نخوضوا في الحل لانه الحل آه. يعني انت من, الـ من الـ المبادرين المبادرين بهذا التعديل في أي. القانون الاساسي للبنك المركزي بطريقه اني تسمح للبنك المركزي باقراض خزينه الدوله مباشره أي. لكن بشروط بطبيعة ومش كما هالتسهيلات اللي موجودة هون اي 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 شنو الفوارق الفوارق هو اول حاجة ساعة انا انا احنا مش نعمل لغشاء متعلي شراء شراء سندات الحكومية من طرف البنك المركزي وهذا اللي برا يعملوا فيه اسمه الكوانتيتاتيف ايزينغ اكبر ضخ بنوك سيوله في الـ في, في ضخ سيولة, سيوله وتشري السندات الحكوميه باش نعطي مثال اربعه اكبر بنوك مركزيه في العالم بنك اوف جابان وبنك اوف انجلند وسنترال بنك اوف يوروب معناتها وفيدرال ريزيرف هذوما الاربعه الكبار ضعفوا ثمانيه مرات نسبه السندات الحكوميه نتاع دولهم اللي هما يمتلكوها يزون ملتيبلي باغ 8 معناتها هذايا بين 2008 و 2016 دونك هذايا ميكانيزم موجود دونك احنا باش نعاودوا البنك المركزي باش يعاود يشري سندات الحكوميه من عند البنوك من عند البنوك ومن بعد يطيح في نسبه الفائده الى 1% باش نخفوا كلفة الدين ومن بعد وقت اللي تجي ليشيونس وقت الخلاص نعملوا ان روبور نعملوا ان روبور لور دو رومبورسمون هذا 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 جزء منه معناتها احنا خط علاش مشكلتنا شنو هي احنا م. احنا نتسلفوا لواش نتسلفوا باش نخلصوا الديون راه صحيح معناتها احنا 80% من الديون اللي تسلفناهم من 2011 ل 2022 على على سبيل المثال اه مشاو للديون دونك وحتى ك 20% اللي ماشيين بوغ فينونسي لو ديفيسيت بريمير معناتها نتاع هما اون فيت ك 20% بينهم متاتيين من طيوح الدينار على خاطر كي تيح الدينار العجز يزيد يكبر خاطر الدعم يتكلف اكثر والعجز يزيد يكبر ومعناتها وهذا يبدا معناتها طاح دينار علاش زاد شفنا حكينا تو على تدخل صندوق النقد الدولي كيفاش فرض علينا نظام يطيح لنا دينار معناتها باهي <applause> باش نرجع لك زياد نزيدوا ناخذوا اكثر في التفاصيل نذكر كونه المجلس صادق اليوم على المقترح دونك فصل تم اضافته ويمكن البنك المركزي التونسي من الاقراض المباشر للخزينه العامه للبلاد التونسيه بقيمه اقصاها 7 مليار دينار فاصل قصير ورجعي سيد زياد ايوب المحلل المالي نجدد لك التحيه سفيان بن حميده نجدد لك التحيه ذكر اللي قاعدين نحكيو في موضوع اللي تم تم اليوم من طرف وزيره الماليه واللي اقترحت اضافه فصل لمشروع قانون الماليه يتضمن ترخيص البنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفئه الخزينه العامه البلاد التونسيه بمعنى الاقراض المباشر من البنك المركزي للخزينه بحد اقصاه سبعة مليار دينار يسدد على 15 سنه منها ثلاثه سنوات إمهال وتمت آه، 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 المصادقه بموافقه 86 نايب وتحفظ 18 ورفض 15 آخرين آه، سفيان تعليق. يستدير اسمع هذا آه، مثال لانعدام آه، الثقه بين الـ الـ المؤسسات الدوله مؤسسات الدوله بيتها تو احنا عندنا مشروع آه لتعديل قانون البنك المركزي مه. اللي الحكومة قالت أنه سوف يتم مناقشته مباشرة بعد بعد قانون, من... المالي. بعد قانون المالية مه. جي أنت في آخر نهار من مناقشة قانون المالية في آخر لحظة تزيد فصل ما كانش موجود تزيد فصل آه يعطي للبنك المركزي إمكانية اقراض الدولة 7 مليار دينار دينار مرة واحدة معناها بمدة امهال طويل معناها مدة سداد طويلة ياسر 15 سنة وبدون فايدة لا و سنوات مهال اي بيبقى فيهم ثلاثة سنوات مهال 15 سنة لا لا ثلاثة سنوات مهيل ومن بعد يخلص على 15 سنة آه يا يعطيهم صح إن ال وبدون فايدة ستدير الخسارة ذيك باش يتحملها البنك المركزي لأنه فما فما ديفالواسيون ال نتاع الفلوس اللي باش اللي باش يتحملها البنك المركزي مش حتى يكون السداد نسبة الفايدة متماشية مع نسبة في أق... التضخم نسبة فائدة قارة مثلا نسبة فائدة الحسيلو... الحاصل شنو معناها؟ شنو معناها؟ معناها احنا رانا نقدموا قانون ما عندناش ثقة في النواب أنهم يعديوهونا كما احنا نحبوا هات توا ان نعديو الفصل هذا نعديو الفصل هذا ساعة ناخذوا باينة من توا أه؟ ها وبمنطق بمنطق اللي ماهوش منطق دولة بالكل منطق حين اليوم وقت النيغوتو مشكلة الدولة تدار ميزانية الدولة ماهيش ماهيش هات توا وتوا نشوفهم بعد سو با اون نافيغاسيون اور احنا للاسف اللي قاعدين نشوفوا فيه براتيكمون في قانون الماليه الكل سي اون نافيغاسيون لكن شو فما استراتيجيا فما استراتيجيا ما, ما, نعرفوش كان اليوم نقولوا اي وين ماشي بالبلد بالبلاد حتى حد, حد ما نجم نجاوب في السنة الفارطة ايه وقت اللي تحكي على موضوع الإقراض المباشر من ايه البنك المركزي للخزينة العامة ايه اه أول أرجمان يخرج هو اه خلق سيولة وبالتالي تضخم أم... نسبة التضخم قاعدة تمشي وتقريبا ياما مستقرة ياما تعرف تراجع اخر نسبة هي 6.7 أيه. أيه. الى حد الان من مركز من معهد الاحصاء أم... هل انه هذا نجم يكون مبرر لاعادة الكرة مرة اخرى؟ أم... هو هو اعادة الكرة بنفس الطريقة معناتها معناتها الظروف أيه. لا معناتها مثلا سبعة خاطر عام ناول 7000 مليار مشاو لخلاص الديون الخارجية آه في اطار في اطار هكا كان ما جاش مشروع قانون نتاع بنك مركزي ممكن نقول لك اي معلش لا خير من اللي ما نعملوش مدام اما بحكم اللي عندنا مشروع قانون اللي هو نتاع البنك المركزي اللي يحل المشكله بصفه شامله وكامله يحلها بصفه نهائيه معناتها يعطيك استراتيجي كامله دو جيستيون كامله معناتها علاش نعملوا في حل هكاكا يخلينا المشكله موجوده ومعناتها ومن... من 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 با على سورس فهمت كان انا مون اجدر انو نعملو كان فما هو شنو ممكن بالك شي خاطر فما خلاصات في جانفي خلاصات كبار تاع تقريب في بالي مليار دولار تقريب حسب التقريب آه يقول لك خلينا توا في ساعه ما وقت معناتها حتى لو كان تصويت نتاع قانون البنك المركزي ما نخلطوش ما نخلطوش قبلها انا نشوف اللي كان نعمله استعجال نظر في قانون البنك المركزي كان احسن ونصوتوا فيه ويتعدى قبل واحد جامبي يخلط حسب رايي يخلط ممكن عندهم معناتها تقييم انه ما يخلطش يتصوت قبل الاخلاص هذي خطر وقتها تولي مشكله بالحق معناتها انا حسب رايي ينجم يخلط علاش ليه خاطر هو مقترح قانون البنك المركزي تو عنده مده قاعد تحت النقاش ولعبت كل قراته وشافته وصار معناتها فيه نقاش وكل شيء ما فماش علاش يزيد يبطى برشا الناس كل كونت الفكره نتاعها اللي عنده يحب يعمل فكره عليه ديجا عمل الفكره فهمت دونك لهذا انا نشوف اللي احسن وكان عملنا استعجال نظر، وإذا كان باش نعملوا هذايا ونزيدوا من بعد قانون البنك المركزي علاش لا؟ علاش لا؟ آه لكن ما يلزموش يكون يعطل قانون البنك المركزي، ما يلزموش يعطلوا معناتها، زاد بالطبيعة يكون موجه في حاجة معينة وحاجة تنفع، حاجة باهية معناتها يعني حاجة مش معينة مثلا للنفقات، يا يعني اما خلاص الديون ااا آه خلاص الديون ولا في البنية التحتية. معناها استثمار، سفيان آه معناها في الحقيقه تقولش عليه فما اشارات اللي وجود اه اختلافات في وجهات النظر بين الحكومه والبنك المركزي م. في اللحظه من مؤشرات ذلك الابقاء على نسبه الفائده اللي قررها البنك المركزي يعني شنو معناها شنو معنى هالقرار هذايا نفهموه ان انه البنك المركزي جاي قال انها مسؤوليتي اني نراقب السياسة المالية ومشكلة البطالة ومشكلة المديونية ومشكلة هذيك مشكلتكم انتوما مشكلتكم انتوما حلوها وحدكم انا نخدم خدمتي وأنتم برا مش نخدم خدمتي ال ال القانون هذا نتاع تعديل القانون الاساسي تاع البنك المركزي الغايه نتاعو هي شنو هو أنه كنا نقولوا انه لا يشبههم البنك المركزي ولا الحكومه ان في الحقيقه كل واحد يخدم وحده اذا نقربوا نقربوا التنسيق بيناتهم على الاقل القرار الاخراني نتاع البنك المركزي يقول انه يظهر انه فماش تنسيق من جهه اخرى اضافه الفصل هذا في قانون في قانون الماليه قلت عليه زاد تنسيق <applause> زياد قلت ان شاء الله يتم استعمالهم يا اما في سداد الديون او في تحتية. البنيه التحتيه بمعنى ميزانيه قرار... 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 الاستثمار قرار... آه في بيطرر... صوره ما لم يتم استعمال هذه ال... 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 معناها الاموال في أي. في في هالزوز آه... نقاط اللي ذكرتهم أي. اذا كان يمشيوا اجور اذا كان يمشيوا آه... نفقات دعم اذا كان يمشيوا في نفقات اخرى شنو اللي... شنو المنزلقات الممكنة؟ هو صعيب هو شويه الحقيقه معناتها صعيب شويه خاطر من كثرة عنا خدمه دين كبيره برشا وسيصعب سدادها معناتها صعيب باش يزيدوا يخلصوا نتسلفوا ونزيدوا نصرفوا في حاجات اخرين في مصاريف اخرى معناتها مستبعد فهمت لكن في المطلق نحكي في المطلق معناتها كي نعملوهم في نفقات لفري جيستيون معناتها كل شيء اللي هو سبعة سبعة مليار دينار معناتها يمثلوا تقريبا أربعة في المية من من الناتج القومي الخام تقريبا حسب التقريب ينجموا يزيدوا معناتها كان نمشيو في نفقات في لي فري دو جيستيون نحكيو على فري شهري ولا حاجه ينجموا يزيدوا بين سنين و و2.6 2.5% معناتها كنسبه تضخم معناتها اقصى تقدير ما يفوتش معناتها هذا معناتها كان مشاو بالطبيعه في لي فري هذا حسب التقريب فهمت مش في حاجه كبيره ياسر معناتها كيما كيما ينجموا يتصوروا برشا عباد فهمت فوالا دوك ايه. في, ايه. في, في في اقصى الحالات في اقصى الحالات ينجم ينجم يطلع نسبه التضخم تنجم تطلع باثنين اثنين فاصل خمسه في المية في صوره فيه. لم يتم استعمال هذه ايه. السيوله في وهو في, في نفقات نفقات استثمار ايه. ايه. ولا في سداد ايه. ايه. اما شنو معناتها باش يولي نقصنا شويه هيك الـ هيك الـ اللي في بوزيتيف نتاع القانون البنك المركزي خاطر ماهوش باش ينقص من 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 كما يلزمنا نصوتوا قانون البنك المركزي علاش باش نقصوا كما قلنا في كلفه التدائن نسبه الفائده هذيك 7000 مليار هذوك نقصوا منهم بشويه بشويه نقصوا منهم 2000 مليار عام الجاي 2000 مليار مليمات بالطبيعه من بعد 3000 مع بعض خاطر يمشي يمشي هو يزيد الربح يمشي هو يزيد احنا كنا في فاز اسوندونت نتاع التدين ونتاع خدمه الدين اللي هي كانت في الخمسة مليار دينار تو خمسة 25 مليار دينار فوا 5 تو باش نرجعوا بالعكس نرجعوا في فاز ديسوندونت وهذه ال... 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 المقترح هذه الفصل هذا اذا كانوا باش يعطل القانون البنك المركزي باش يضر اكثر برشا من اللي باش ينفع معناتها اذا كان باش نقولوا اسمع انا كملنا العام انا كملناه بس بصعوبه ما اما انا كملناه لكن على انا حساب معناتها باش نخليوك الدمار تزيد تتعفن اكثر وممكن غدوه حتى عامين اخرين ولا حاجه حتى قانون البنك المركزي اللي مقترحينه اللي هو يخرجنا من الازمه ممكن يكون غير كافي زاد معناتها احنا القانون اللي كان في تونس عام 59 كان معناتها هذاك موش خايب باهي لكن ما فيهوش اجراءات برشا يمنعوا الاقتصاد هذاك كان ينجم يكون كافي في 2011 مثلا ما يعملناش مشكله لكن توا يلزمنا قانون كيما هذايا فيه اجراءات اكثر بعد عامين اخرين ممكن ما عادش بالكل معناتها فهمت ولهذا يلزم ما يلزموش يعطل في اي حال من الاحوال قانون البنك المركزي اللي هو حاله حاجه معناتها مستعجله جدا من المفروض وقتاش يتم البدايه في في نقاش في, في النقاش المفروض من بعد اذا كان ما فماش حتى تعطيلات ولا حاجه من بعد قانون الماليه معناتها يبدا نتصور من الاسبوع الجاي نتصور نتصور هذا شنو نتصور المفروض من المفروض والمنطق هذا يقول انه نكملوا مثلا <applause> قانون المال... القانون الماليه ثم كل الجلسات اللي بقت مفتوحه نسكروهم انت و... تحكي على قانون تجريم التطبيق يعطيك الصحه ما خ... ما عندنا ما نسكروا الدوسيات بالواحد بالواحد قبل ما نحلوا دوسيات جدد ال... هذا المنطق تبقى هذا المنطق الذي سيطبق في تونس علاش سفيان فهمتش لا لا فما آه فما لانه يعني فما جلسات تفتح فما جلسات قعدت محلوله قعدت مفتوحه اه دونك كلهم مثلا قانون آه تجريم التطبيع, التطبيع قانون التطبيع تجريم تطبيع اللي بدينا اللي بدينا التصويت فيه ثم وقفت الامور يقول المنطق سيقول يقول؟ انه كملنا العام هو هو قانون الماليه قانون تنقيح البنك المركزي هذايا مع اول اول مقترح تصب في في جوان 2023 مع تقبل اي مقترح قانون اخر معناتها المفروض حتى من ناحيه الاقدميه معناتها في الوقت وكل شيء الموضوع هذا حق تطرح وتتسكر من قبل اي, أي, 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 اي ما هذا عندك ما هذا لم يتم التعجيل في النظر <applause> فيه علاش عام ونص رقد في المجلس أوه. والله من أوه. ما نعرفش ما... 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 ت... اذا كان سيلم... اذا كان قانون بالجدوى اللي قاعد تحكي عليها زياد ايوب سي لا كيستيون 1000 دولار هو هو ما... <applause> نعرف اللي فما وعي كبير من طرف معناتها النواب انه القانون هذايا معناتها باش ينفع جزء كبير من النواب مش م. الكل ممكن جزء مو كبير معناتها نتصور لانه قانون يتماشى مع مبدا السياده الوطنيه ومبدا ال... معناتها ال... ايجاد حل <applause> للمديونيه والتنقيس من الريع اللي ما تماشي البنوك معناتها اللي هما قاعدين ينهزوا فيهم لتمويل الخزينه في وضع ما الاقتصاد في وضع ما يعملوا نسبه نمو في الاقتصاد كي يمولوا الاقتصاد اما ما نعرفش هو بصفه عامه وليد بصفه عامه أه فما عباد ما زالت دافع لتوا للاتجاهات نتاع صندوق النقد الدولي في تونس واضح شكرا و... لي زياد ايوب المحلل المالي راجعين بعد النشر المفصله للاخبار نرجو نحكيو على الوضع في المنطقه وشنو قاعد صاير في, في سوريا نحكيه كذلك على مقترح من فلاديمير بوتين اللي يحب يعمل تظاهرة رياضية موازية للألعاب الأولمبية نعرف مشاكل روسيا مع الأولمبياد ومع اللجنة الأولمبية الدولية راجعين بعد النشرة مع هاجر المشري